اول مسلسل بيت خالتي كان دوري ريا. ايه ليك معلش فينا ناجل مقابله لغير وقت، انا عم بحكيك من التصوير. يا جماعه بليز يلا اون سيت. يلا اوكي يلا باي باي. بس انطوان بتعرفي شغله، اي سنه دخلك كان بيت خالتي؟ حسب اي جزء. انه بتذكر من انا وصغير ربيت انا على مسلسلاتك والادوار اللي كنت تاخديها. انه بس هيك عبالي خبرك. عبالي خبري ولا عبالي كبري؟ انه هلا بلا سؤال، اذا عندك شيء هيك عبالك تعطيني ملاحظه او شيء بهمنا اعرف. ايه عندي ملاحظه ما تمثلي. انه بدي كان اكثر كون طبيعيه؟ لا قصدي ما تمثلي. انه كيف يعني؟ انه اذا عطوني دور فوت بالدور وبين انه هيدا هو الكاركتير؟ لا لوريس قصدي ما تمثلي، قصدي اعتزلي هلا انت وبالقمه، هيك قصدي. يلا انطوانيت بليز يا عمي يلا جيت.